بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في الشابتر 6 Frequency Response and Board Plot من مقرر الأوتوماتيك كنترول، ومعكم الدكتور منجي محمد زيدي. هنا عندنا an exercise 6.2، الاكسرسايز 2 من الشابتر 6. عندي سيركت متكون من R و L ومصدر جهد، والسؤال يقول find the transfer function for this circuit. طبعا الحال هنا I can use the voltage divider، أسمي ال L هي Z2 وال R هي Z1. عندي ال Vout، ال Vout تساوي Z2 على Z1 plus Z2 ضرب ال Vin، وبالتالي the transfer function وهو المطلوب the transfer function Vout على Vin هي بكل بساطة Z2 على Z1 plus Z2. Z2 هي ال L يعني GLW، Z2 هي تصبح GLW، والZ1 هي R. إذا يعني بعد بعض الخطوات أتحصل على Vout على Vin هي GF على FB زائد تقسيم 1 على GF على FB، وال FB بطبيعة الحال هي R على 2 pi L. This is for the transfer function of my circuit. Example 6.3. Here we give you an electrical circuit متكون من مصدر جهد Vin ومصدر وبطبيعة الحال Vout، ومتكون من كاباسيتور وريزيستور. بطبيعة الحال هذا high pass filter. The question is find the half power frequency and the capacitance for a higher pass filter that reduces the amplitude of a frequency component at 1 kHz by 50 decibel. نحن نعلم أنه بالنسبة لي للهاي باس فلتر يعني هذا الفاريشن اوف ذا بود بلوت ان ديسيبل از فانكشن اوف فريكونسي، ونعلم انه يعني في كل ديكيد يعني عندي 20 ديسيبل، سواء كنا في الهاي باس فلتر او في اللو باس فلتر. اذا كنا في الهاي باس فلتر يعني في كل ديكيد اطلع ب 20 او ازيد 20 ديسيبل، او اذا كنا في اللو باس فلتر في كل ديكيد يعني انزل بماينس 20 ديسيبل. طيب انا كم عندي من ديسيبل يبغاها في المساله؟ لا، يبغى هو 50 ديسيبل، وبالتالي في ال 50 ديسيبل هذه ابغى اشوف يعني كم عندي من ديكيد، يعني 50 على سلوب، سلوب هو 20 ديسيبل تساوي 2.5 ديكيدز. اوكي، من نمبر اوف ديكيدز اللي هو 2.5 اي كان جيت ذا فريكونسي F2، لانه بكل بساطه ذا نمبر اوف ديكيدز الذي يعني الذي يعني قطعناه او الذي مشينا فيه، النمبر اوف ديكيدز هو بالقانون هو لوج F2 على F1، ونحن نعلم انه F1 في المساله التي تكلمنا عنها بهذه المعطيات او البريك فريكونسي هو 1 كيلو هرتز، وبالتالي يعني اقول 2.5 هو النمبر اوف ديكيد تساوي لوج F2 على 1000 هرتز. الفيرتس هي ال F1 او هي سميها ال F break، break frequency او corner frequency، وبالتالي I can very easy calculate the frequency F2. The frequency F2 here it equal to 316 kHz. بعدها انا مطالب ان احسب الكاباسيتنس. عندي من الفريكونسي FB هي 1 على 2 pi RC، والفريكونسي FB يعني هي تساوي يعني هي تساوي الفريكونسي FB تساوي 1000 هرتز. 1000 هرتز، وبالتالي السي this capacitance او this capacitor equal to 1 على 2 pi r f b. بعد يعني الحساب الصحيح اتحصل على capacitance ب 503 بيكو فاراد. This is the exercise 6.3. Thank you for your attention.